عليكم الاخوان، نهاركم مبروك الخوت، وتحياتي لكم داخل الوطن وخارج الوطن. كما كتشوفوا الخوت، اليوم حنا كنتواجدوا في الاربعة بني عامر باقليم قلعة السلاغنة الخوت بتاريخ 18/1/2023. اللهم بارك، الله ييسر امور جميع الناس تبارك الله. وتحياتي للاخوان داخل الوطن وخارج الوطن اينما كانوا الخوت، فين ما كنتوا تحيه لكم خاصه مع العثمان والوضع العربي الخوت. ونهاركم مبروك وتحياتي لكم تبارك الله، اللهم ييسر الامور. تحياتي لخويا نجيب تبارك الله، راه اليوم راه 19 حوليه من 3 د الصباح ونجري، وهادشي اللي كاين هو هذا. الله يسخر الجميع تبارك الله. وكاين المليح اخويا نجيب، وكاين الثمن اخويا، راه مزود الفلوس. هادشي اللي كاين هو هذا اخويا، راه مشري، راه كان من 24 حتى 21000 مشرى، من 21 24. هادشي اللي كاين نقولوه، ورزق الله تبارك الله، اللهم يسر تبارك الله. دور الحوليه جبتيها وطلقتيها تبارك الله. والمليح راه كريكيعات حوليات، راه مؤصليات. وتحيات الاخوان، راه اللي وصلنا على شي سلعه راه نشريو ليه المليح تبارك الله، اللهم يسر، الله يبارك. 19 حوليه وكاين المليح. السلام، سرع اخويا، سرع سرع هاكاك، زيد زيد زيد. بس جر وحده، سير خرج ولا ناقص من فوق الحيط. سير سير سير، تعال زيد، تعال منجي، تعال منجي، تعال منجي. الله يحفظك، حبس معنا صح. اللهم يسر، الله يسهل على الجميع الخوت تبارك الله. راه حوليه، راه مليحه واصليه، والمليح والنقاق تبارك الله. راه شاربهم انا بمليون. الله يحفظك ليا، سير امشي مني، سير مني، سير مني تبارك الله. الدراري معاونين، الله يسخر ويسهل الجميع الخوت تبارك الله. الله يحفظك خويا عفتاح، الله يعزك، اللهم يسر. سير 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 بشويه، سير بشويه، سير سير سير. الله يحفظك خويا ادريس، الله يعزك. قاعد 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 تبارك الله. الاخوه الراه خوتنا اللي عاونونا ومره ما نخرجوها كاع تبارك الله، اللهم يسر. وتحيات اخويا نجيب تبارك الله، اللهم يسر الامور. راه المليح، راني براك بالمليح تبارك الله. الله ييسر الامور، الله يسهل على الجميع. الشركه اللي هو هذا تبارك الله. المشرى اخويا نجيب راه من 24 ل 21، من 1050 درهم حتى 1200 درهم هنا تبارك الله. تبارك الله، والله يسهل على الجميع. الشيء اللي كان هو هذا، والشيء راه بزز، الحوليه راه قليله تبارك الله. سير اخويا، سير جر، اللهم يسر، الله يبارك لجميع الناس الخوت تبارك الله. وتحيه للاخوان داخل الوطن وخارج الوطن، تحيه كبيره للاخوان تبارك الله. وكما كتشوفوا الشيء اللي عطى الله هو هذا، وغنشرجوا السلعه الخوت ونرجعوا الخوت ونشوف لكم اثمنه ديال السوق. الله يحفظك ليا، الله يعزك، اللهم يسر، الله يبارك، الله يبارك. لا 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 قال داخل كتشد القلب ياك. سير سير تبارك الله. راه الغزال اخويا نجيب، راه الغزال والمليح اللي وصلنا على شي حاجه، راه كنشتاو ليه المليح تبارك الله. وصلنا فيش عشنا ونصلكوا عليها. مليح الاخوان، وسمحوا لي الخوت، راه كنبغي نوريو السلعه لمولاها وصافي، ونرجعوا للسوق ونشوفوا الاثمنه تبارك الله. المليح لما كان المليح لا تبارك الله، الله يسر، الله يسهل على الجميع. بعطيك 70 درهم ديالك. قاعد قاعد قاعد، غتهرب قاعد، زيد سير سير على المليح، سير 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 قاعد قاعد. تبارك الله، الخوت غنشارجيهم ونكمل لكم الفيديو ان شاء الله. نروحوا واحد الدويره ونشوفوا لكم اثمنه ديال السوق. ونهاركم مبروك وتحياتي لكم الخوت تبارك الله. افتح افتح، اللهم يسر. سير افتح بادر، افتح شارجيهم شارجيهم تبارك الله. شي حاجه الخوت راه كاليتي، والمليح المليح المليح المليح، والنقا السلعه راه نبرعوا فيها. هادشي لكم ايوا، السلعه ديالنا راه كاينه اخويا، راه تبيعات تبيعات، راه نشتري شي حاجه اصيليه. وما عدا المليح، زيد اخويا باغي يرد مسكين النعجه. الله يسر ليه، الله يسهل عليه، ولد ميعاز وكل شيء كاين تبارك الله. اللهم يسر، الله يسهل على الجميع. زيد تبارك الله عليك خويا. سير شرجي 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 شرجي، وحسب زيد ملي زيد ملي، قاعد اخويا قاعد قاعد. الله يحفظك قاعد تبارك الله. اللهم بارك الاخوان، الله يدير خير جميع الناس. سير اخو عبد الرزاق، حسب الله يحفظك، حسب فرح المويدي تبارك الله. الخوت راه كيشرجيو معاونين، هادشي اللي كاين هو هذا الخوت. اليوم راه ما جناش معنا السعيد، هادشي اللي كاين هو هذا. نهاركم مبروك الخوت، وتحياتي لكم داخل الوطن وخارج الوطن. وندورو شي دويره في السوق ونشوف لكم الاثمنه ديال السوق. ونهاركم مبروك الخوت تبارك الله. خير من الجمعه، خير من الجمعه تبارك الله. راه المليح، والله الا المليح تبارك الله، الكريكي
تبارك الله، راه القرقاع صافي تبارك الله، اللهم يسر، الله يبارك في جميع الناس. جمعهم 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 خوتو، غير نرجعوا للسوق ونشوفوا الثمن، الله يسر الامور. تبارك الله الخوت، اللهم بارك تبارك الله، شي حول الاخوان راه قرقاع هادو الخوت وراهم ملاحة تبارك الله، عند سي عبد السلام غنصوروا على الثمن، الله يسر الامور، الله يدير خير المليح الخوت بحال هادشي، راه قليل في السوق وخاصك شحال تتقلب باش دير بحال هادشي. سي عبد السلام السلام عليكم، كي داير العمس بخير؟ صحيح مزيان، الله يبارك فيك. الورد بشحال؟ مشرق 29500 تبارك الله، اللهم بارك الخوت، 29500 الاخوان تبارك الله تبارك الله، ولكن راه قريقي حتى الخوت هذا تبارك الله تبارك الله، اللهم بارك. 29500 الاخوان تبارك الله، بحال 1475 درهم، 1475 درهم. نعم تعطوك فيها 35 تبارك الله تبارك الله، المليح الخوت الورد تبارك الله، اللهم بارك. شحال عندك من وحده؟ هما خمسه. عطيني النمير ديالك عبد السلام، ما كانش واحد بغاهم، الله يستر لهم وراهم ملاحات. 06 24 26 19 42 الله يستر لك خويا عبد السلام. لا كاين القرقاع تبارك الله، هما اللي داخله زوينه تبارك الله، اللهم بارك الخوت الله يدير خير، وندورو شي دوره في السوق ونشوفو الثمن، الله يستر خويا عبد السلام، الله يجيب التيسير. مبارك الخوت الله يدير خير، نسولو مولا الاخر الخوت على جوج حوليات تبارك الله ملاحات. شحال الثمن خويا؟ تمام 48 راس مال 24000 الوحده، 24000 الخوت، 28000 ريال تبارك الله، ولكن راه ملاحات. انا لعبت فيهم 50 وعقبت اخو استوعيت شويه، راني استوعيت ويه مولا اخو كان يشوف منا كاع حنا يشوف منا اللي مرحبا، اللهم يستر الخوت تبارك الله ملاحات. زينات اخويا خوت راه 48 ألف 2400 درهم الخوت المشرة ديالهم تبارك الله، اللهم يسر الامور الله يدير خير. تاك شرباح ولا والو؟ مازال على الله، عن حي ان شاء الله يجيب لك الله تيسير، طلب الله تيسير، اللهم يسر، الله يسر عليك خويا. اللهم يبارك الخوت ثاني جوج حوايج عند عبد الجليل، وغنساولوا الثمن ديالهم شحال، اللهم يسر. شحال عبد الجليل؟ 60 اللي عطاوك 60000 3000 درهم الخوت تبارك الله، الحوليه الخوت راه غاليه الاخوان، ولكن راهم ملاحظ. الصغيره بشحال؟ صغيرة 19، صغيرة الخوت راه 19000 تبارك الله، وهاد جات الخوت راه 60000 3000 درهم الخوت تبارك الله، الثمن كاين فين ما مشيت، ولكن الحوليات هادو عاصيات الخوت، يقول عاج ملاحات تبارك الله، البدرية كلها كطلع الخوت تبارك الله. وهادو باع بجري شحال؟ 19000 هاد الخوت 19000 ريال تبارك الله، اللهم بارك الله يدير خير. الخوت على 950 درهم الاخوان تبارك الله تبارك الله، كاين فيهم شي وحدين صغيرات، الله يدير خير، الله يسر امور جميع الناس. الحال كي داير؟ صحيح مزيان؟ الله يحفظك ليا، وعلى الله راه الحال راه ان شاء الله غيكون الخير، غيكون الخير ان شاء الله. خوت هادو راه 19000 تبارك الله 950 درهم. باب جري الله يسر، الله يجيب تيسير عمي. الخوت اللهم بارك الله يدير خير تبارك الله. شو عند كاسياس؟ كاسياس السلام عليكم، كي داير خويا بخير؟ صحيح مزيان؟ شحال الثمن اخويا؟ 25 ونص. باش راك دات؟ الله يرحم اللي عاطينك، الله يرحم الوالدين. 25500 الاخوان تبارك الله، 1250 درهم الخوت، و75 درهم الاخوان، 25500 تبارك الله، اللهم بارك، الله يسر امور جميع الناس تبارك الله تبارك الله، اللهم يسر، الله يدير الخير جميع الناس، وندوروا دوره في السوق ونشوفوا الثمن تبارك الله. المليح كاين والثمن حتى هو كاين، هادشي اللي كاين هو قصيص، الله يسخر، الله يجيب تيسير اخويا. اللهم بارك الاخوان والله يدير خير. بن عمي السلام عليكم، كيداير العمس بخير؟ صحيح مزيان. قبل ما يبداو كيجاك السوق شويه في الحوليه، الله يحفظك. كاين الثمن، كاين الثمن، كثر كثر حتى المليح، المليح بحقه، الله يدير شي تاول ديال الخير، الله يحفظك خويا، الله يرحم فينا. الله يعزك. شحال هاد جات اخويا؟ هذه عندنا 38 اخويا، وهذه عندنا 42. 42 كلهم بوحدها؟ هذه 42، دابا وحده احسن من وحده. اييه هذه هذه وقف من هذه. اييه تبارك الله، اسمانات تبارك الله الاخوان. هذه راه خوت راه 38900 درهم، 1900 درهم الخوت، والاخرى اللي من ليها الاخوان راه 42200 درهم. الله ييسر الامور، الله يدير خير جميع الناس تبارك الله. حوليات الخوت راه ملاحات، هذا بحال شي صدقه، شي اسبوع، هادشي اللي كاين هو، هذا شي واحد خارج مع صحابه والعالم وصافي، هادشي اللي كاين هو. اللهم يسر، الله يسر عليك خويا، الله يجيب تيسير.
سير فقيه السلام عليكم. سلام. نعم بخير. صحيح مزيان. هذه شحال اخويا؟ هذه السيدية راه مشريه هي ب 25. مشريه المشرى ب 25. سمينه ورطبه. مشرى الخوص راه 25 1250 درهم. اللهم يسر الامور والله يدير خير جميع الناس. امين يا ربي. وحنا انتم علاش مسكولين؟ انتم دعواتكم ان شاء الله يطلع. اللهم يسر الامور. بن عمي السلام عليكم. كذا نعم بخير. صحيح مزيان. الله يبارك فيك. كيما القاعدة. ما تخمم والو. فطرنا مع الصباح جيت عندك. هاتا فطرت مع الصباح جيت عندك. جيت على كاين الزويته. زيد العود والله الا كبيه زيد العود. الله يحفظك الله يكرمك. هذا الشيء اللي كان واد. اييه. ربي يخليك الله يحفظك. شحال الثمنه جات؟ 50,000. تبارك الله الخوت راه كتقول 53. تبارك الله الخوت راه المشرى راه 50,000 ريال. 2500 درهم الخوص. اللهم يسر الامور الله يدير خير جميع الناس. ونضروا شي دوره في السوق ونشوفوا الثمن. بن عمي الله يسر الله يجيب لكم التيسير. الله يسر عليكم الله يحفظك. اللهم بارك. بن عمي السلام عليكم. كيداير العمس بخير؟ صحيح مزيان. شحال الثمن ديال الدجاج؟ الثمن ديالو 54. المشرى ولا اللي عطاوك؟ المشرى. بعت منهم شي وحده؟ بعت منهم شي وحده. سير الله يسخر لك ما ندوي عليها كاع هذيك. تبارك الله الخوت هادو الخوت راه 54. تبارك الله بحال 2700 درهم الخوت. بحال الحوليه كل وحده الثمن ديالها بحال 1350 درهم الوحده. 27,000 ريال. تبارك الله. اللهم بارك على الاخوان والله يدير الخير جميع الناس. تبارك الله. ونضروا شي دواره في السوق ونشوفوا الثمن. الله يسريك. الله يجيب تيسير ابن عمي. اللهم بارك. هذا النعجه الخوت هي راه متاوم الخوت عند خويا سمك الله بعد راه نسيت السي عبد الناجي. تبارك الله. اللهم يسر الامور الله يدير خير. شحال الثمن ديال هذه المتاومه؟ جوجات. الثمن ديالهم 120 وكنطلقوا في 140. 120 المشرى. نخوت 120 المشرى كل باب وكراه وكطلب فيهم هو قلت لي 140. ديالك هذاك. تبارك الله. في السنه هذيك جموع مليح الخوت. شو والده هذه؟ خروفه. تبارك الله. اللهم يسر الامور الله يدير الخير. ها انتم الخوت. تبارك الله. شي حاجه قرقاع. تبارك الله. هذه اولاد. هذيك اولاد. شحال شحال والده؟ خروفه. جاي في السن؟ جايبه الجموع بلاتي. حتى هي جايبه جموع الخوت. تبارك الله. اللهم يسر. التريك الاخوان. تبارك الله. اللهم بارك والله يدير الخير جميع الناس. تبارك الله. طلبوا الله التيسير. عطيني النمرة ديالك الناجي. 06 42 99 99 38. الناجي الله يسر. الله يجيب التيسير اخويا. اللهم بارك والله يدير خير جميع الناس. تبارك الله. اخويا السلام عليكم. كذا نعمس بخير؟ صحيح مزيان. اجري في السن اخويا؟ ثنية. دارة. ضعف على ميلاد. تبارك الله الاخوان. اللهم بارك. ضعف على الخوت على ميلاد. تبارك الله. وثنية صغيرة. فر اخويا فر. فر السن اخويا. ثنية الاخوان والسن صغير. تبارك الله. شحال الثمن؟ هذيك الثمن كنقولها 64. شحال المشرى؟ 48. المشرى 48. حقيقة في الدقيقة. الله يرحمك الوالدين. المشرى الخوت 48 2400 درهم الخوت. تبارك الله. ونعجرة وافية ودار الخوت على ميلاد. تبارك الله. اللهم يسر الامور الله يدير خير. ثنية. تبارك الله. السن زوين وصغير النعجة الخوت. وما عطاوك لا ربح لا والو. 2000 ريال. مشروك مع شي واحد؟ مشروك مع شي واحد؟ لا وحدك. النمره فين هي؟ حسن قول لنا النمره الله يحفظك. 06 72 89 14 56. خوت باع هنا الله يسخر. بقات عنده اللي بغى يتصل فيه. مرحبا بالجميع. الله يسر ليك. الله يجيب التيسير. الله الاخوان. اللهم بارك والله يدير خير. نعجه الاخوان راه متاومه. خروفات ولا خروفه وخروف. تبارك الله. اللهم بارك بعدا. تبارك الله. اللهم يسر. والاولى والاخرى السلام عليكم. ما قلتهاش. دير مزيان. امر بخير. الله يحفظك. اجري في السن اخويا. الجموع الاول الاخوان. تبارك الله. العجاره وافيه الخوت. تبارك الله. اللهم يسر امور جميع الناس. تبارك الله. شحال الثمن اخويا؟ 56. المشرى. الله يرحمك الوالدين. انتم الخوت انا ما بغيتش ليش النعجه. هي متومه ب 56. راه كذب عليك كاذب يقول لك النعجه طالعه ولا شي حاجه. ها هي جامعه جموع صغير ب 56,000 ريال المشرى. ها هو جموع صغير الخوت. 56. ديما بغيتش ليش النعجه وصافي. خروفه وخروف. تبارك الله. 56 2800 درهم. ما عطاوك لا ارباح لا والو. باقي على الله. نطلب لك الله التيسير. امين. والله يسر لك الامور. الله يسر لك. الله يجيب التيسير اخويا. عيط ليا. دير نعمس بخير. صحيح مزيان. الله يحفظك خويا. الله يبارك فيك. اسمع لينا خويا.
هذا بوحدو ولا مع امو؟ شحال الثمن هذا هو امو؟ جات جرت في السن بعدا ستازية هذيك دافعة تبارك الله الخوت هذه ستازية هي السن الصغيرة باقي الخوت عندها هو في الجنب ستازية هو ديجا معايا العجموع الخوت هذه هي السن مليح السن مليح شحال الثمن اخويا ربيع؟ عطيتهم 105 عطاونا هذوك 110 105 المشرة ديالهم المشرة ديالهم الخوت 105 بجات وحدة راه دافعة وحدة والدة خروف على 5250 درهم اييه 5250 درهم الخوت بهم بجات تبارك الله اللهم يسر انتم الخوت راه دافع على ميلاد الخوت هذه نوريوها لكم تبارك الله انا الخوت دافع على ميلاد الله يسر امور جميع الناس سي ربيع الله يسر عليك الله يجيب تيسير انا غربوا ان شاء الله الحارة معمر ان شاء الله ان شاء الله اللهم يسر خويا محمد كدير صحيح مزيان الله يبارك فيك الجيري هذه خويا زدازية دافع على ميلاد ديالنا نوك مطبوع ياك ديالنا عندها تكون هنايا في هاد الجهة لكن مع الكحولة ما غاتبانش لك كحولة كحولة زدازية ياك زدازية الإخوان تبارك الله شحال الثمن أخو موسى دافع 56 قطعناها ب 70 تبارك الله الخوت دافع على ميلاد الإخوان تبارك الله الله يحفظك ليا قلت لي شحال عطاوك 56 56 2800 درهم الخوت يوم الاثنين اثنين تبارك الله عليك جمال الخوت تبارك الله اللهم بارك وثمن زوين مو محمد وي قلت لك ثمن زوين والله لا ثمن مزيان تبارك الله خوات تم تومات تبارك الله خوت رمضان كان عجل خوت تبارك الله الله يبارك الله يسر الامور مرحبا ما كاينش مشكل يا هي تعطيني الورقه تم الخوطه ديال نانوك الاخوان ها نانوك الخوت تبارك الله اللهم يسر الامور الله يدير خير الله يحفظك ليا لك عندك الواتساب عندك كل شيء اعطيني النمر ديالك قول 06 55 60 74 12 في الواتساب ياك اللي بغى الاخوان شي حاجه من هذا الشيء اللي قال يتصل به الله ييسر لك الله يجيب تيسير اللهم بارك الله يدير خير تبارك الله اجي اخو محمد هذيك في السن الله يحفظك فر اخويا فر الله يتوب عليك تبارك الله هذه زدازية الخوت وشحال من نعجه عندك؟ هما اربعه محمد ياك شري هي الجمله شحال الثمن اخو محمد؟ 48 48 المشره كلهم صغارات لا؟ جات زياد وجات جامعات المشره الخوت راه المشره الخوت راه 48 تبارك الله اللهم يسر الامور نعجه راه على رخيصه شويه هادشي اللي كان تبارك الله الخوت كما قال لكم محمد المشرى الخوت راه 48 2400 درهم الخوت تبارك الله اللهم يسر الامور الله يدير خير جا الزازيات وجا جامعه الخوت وكلهم والدات شو والدات محمد؟ شخرفان وجبورات الرئيس مشروك معاكم حولوا يدير لنا قال تحبس عليا التليفون واخا سيدي ماشي مشكل تبارك الله اللهم يسر الله يبارك لجميع الناس وتمر زوين الخوت 48 راه تمر زوين وراه هذه والدات شوف تبارك الله خرفان تبارك الله انا تبارك الله اللهم يسر الله يبارك جميع الناس هذاك دار على امه هنا هي هذيك ياك تبارك الله الخوت راه شي حاجه مليحه على الخوت واصليه النعاس تبارك الله سي محمد تخلي الميره ديالك ولا قول اخو محمد قول سيدي مرحبا تبارك الله مرحبا الميره هي اللي عطيتها انت مشروك فيهم ياك وشحال الثمن اخو محمد ما نكذبوش عليك اييه ديالهم 8 الله يرحم لك الوالدين محمد كلام ما قال مضبوط علاش هذا يلا جاي ما كاينش كذو الله يحفظ خو محمد الله يعزك وبغينا فيهم 60 حلال من الله حلال من الله شي ناكلوا حتى 20 هما فاش كذو من الراس حلال من الله حلال من الله هي تبارك الله سداسية تبارك الله ها انت هذه هي سداسية سداسية كاينه هادو يلاه رشمة جموع ها هي قالوا لي رشمة جموع ها هي رشمة جموع مليح لا جموع مليح والسن قصير صغير مليح تبارك الله خرفان راك عارف اخو هذا راه يفوت 2000 درهم يفوت 2000 درهم تبارك الله وهذا اللي داك زوين؟ هذا راه يجيب 38 37 مليح اخو والله الا مليح محمد تبارك الله اللهم يسر الامور الله يدير خير تبارك الله عليك قول لي النميره اللي يبغى فيكم يقول النمره قول النميره دي 06 55 60 74 12 محمد صبري محمد صبري محمد الله يسر الله يجيب تيسر اخويا اللهم بارك الله يدير خير حسن حسن دير لك النعجه شحال اخويا 44 اش درت في السن اخويا الجمع الاول كلها والده خوت تبارك الله اللهم بارك 44 2200 درهم الاخوان تبارك الله اللهم يسر الامور الله يدير خير كلهم والدات الخوت نعاج
وشي ذكور وكاين ذكرى وحده تبارك الله. سبعة ذكور الخوت وخروفه الاخوان تبارك الله، اللهم يسر الامور الله يدير خير. 2200 درهم عند مولاهم تبارك الله. تريكا الخوت، تريكا راه زوينه الخوت تبارك الله. خويا الله يسر، الله يجيب تيسير خويا. السلام عليكم، كيداير خويا بخير؟ صحيح مزيان، الله يبارك فيك. جري في السنه هذه؟ ثنيه، فر خويا نشوف. ثنيه الاخوان تبارك الله. دار لا. لا ميلاد. بدات تحط. دافع الاخوان تبارك الله، راه بدات تحط ثاني الخوت. تبارك الله. اللهم يسر ونعجه الخوت هذه، راه دير نعجه اصريه مليحه. تبارك الله. نعجه راه باقا صغيره الخوت وثنيه ومقدره ووافيه. تبارك الله، اللهم بارك. شحال الثمن خويا سعيد؟ 50 عطاوك 50 تبارك الله. 2500 درهم الاخوان تبارك الله، هو كيطلب 60. اللهم يسر الله يبارك لجميع الناس تبارك الله تبارك الله. عطيني النمره ديالك السعيد. 06 22 43 50 70. الله يسرك بعدي، الله يسخريك. واش عندك اللي بغى يتصل بيا؟ مرحبا، الله يسر اخويا. خويا السلام عليكم، كيداير نعاس بخير؟ صحيحه الله يحفظك، الله يبارك فيك. سي البطال تحياتي ليك، نهار مبروك. كيجاك السوق شويه اليوم البطال؟ الله يحفظك. غير مقليله حوليه من الصباح، انا نشري من بزز ما كملنا واحد 19 حوليه بزز. الله يدير الخير. شحال بعتي له الشرقي؟ شحال بعتي له؟ الرباح راه عافوا. وي شحال طاحوا عليك صافي؟ 26 و700. 26 و700 الاخوان، اللهم بارك. قاعد الشرقي قاعد، هي غير الدرويش. 26 و700 الخوت باش عقب طاحوا ارباحهم كل شيء تبارك الله. الله لا لا ما ديرش لعيب، انت ما دير لعيب. الله الله يحفظك ليا، اللهم بارك الاخوان والله يدير الخير تبارك الله. 26 و700 1365 درهم تبارك الله. 35 درهم الخوت عفوا تبارك الله. وندور واش دوره في السوق ونشوف الثمن. شرق الله يسر، الله يجيب تيسر خويا البطل الله يعاونكم. تبارك الخوت الله يدير الخير تبارك الله. ونشوفوا الثمن ديال هذا الربع الخوت تبارك الله، اللهم يسر. ودعم السلام عليكم خويا، كي داير عمس بخير؟ صحيح مزيان الله يحفظك. شحال الثمن اخويا؟ المشرى ثمن زوين والله، ثمن زوين. 28 الاخوان تبارك الله، 1400 درهم الخوت. ربعه الخوت وراهم زوينين هادو، نبيت هادشي راه كيقلبوا عليه الناس بزاف، ولكن الربح على الشي قليل. اكون نهار تدي من السوق ربعه ولا خمسه ولا سته، تجمع السيد سليت وهادشي اللي كاين هو هذا. 1400 درهم الخوت، اللهم يسر الامور والله يدير الخير تبارك الله. زوينين اخويا والله الا زوينين. ما عطاك فيهم الارباح لا والو؟ 4000 انتم مشروكين؟ جوج الناس، اللهم يسر اخويا. الله يجيب تيسير، الله يسر عليك خويا الدرويش تبارك الله. الخوت اللهم بارك الله يدير الخير. راح علينا الخوت، راه شرا شي حاجه الخوت بحال عنده السلعه ديالو، غنسولو على الثمن ديالها. اللهم يسر يدير الغنم بدري يا الخوت ومقدره تبارك الله. راح علي السلام عليكم، كيداير خويا بخير؟ صحيح مزيان الله يبارك فيك. واش هادشي حسبتي لي ولا باقي؟ معهم تاع الكبير لا؟ بشحال الثمن طاحوا؟ 50 باش تركضوا تبارك الله. كاين الثمن اخويا؟ ها؟ لا نبيت زوين، هي علاش جيت عندك انايا؟ راه مخرفان تبارك الله. في الشيء عطراس ياك؟ ما عليهاش ما عليهاش، باقا هنا ما بيناش. صافي داكشي اللي كان ورزق الله. شكرا الله يحفظك، اللهم بارك الخوت الله يدير الخير. راح حسب لي من الاخوان طاحوا عليه الخوت بحال ب 50000 2500 درهم تبارك الله. الله يدير شي تاول ديال الخير وصافي. هادشي اللي كان هو هذا الخوت معاهم ثلاثة بجوج خوت تبارك الله. اللهم يسر الامور تبارك الله تبارك الله. الخوت قول لي النميره ماشي مشكل. 06 53 20 10 22. اللهم يسر الامور الله يدير الخير جميع الناس الخوت تبارك الله. الثمن راه كاين في المبشي ديال الخوت، والسلعه راه قليله شويه بحال الشرم الصباح من ثلاثه تا هو يجري على هاد بحال الخوت 8 الخرفان هنا اللي كاينين تبارك الله. اللهم يسر الامور الله يدير الخير. ريحان الله يسر عليك، الله يجيب تيسير. اللهم بارك الخوت الله يدير الخير. وغنسولو السي عبد الرحيم على الثمن ديالو. اللهم يسر السي عبد الرحيم. السلام عليكم. دير خويا بخير؟ صحيح مزيان. وغبر هادي تمرات شويه، تمرات شويه والزيت هو ذاك هادشي اللي كاين هو هذا. شحال الثمن اخو عبد الرحيم؟ المشرى هذاك دينا 49 و 50000 3000 واحد؟ خمسة. خمسة والاخر ما تديش بوحدك؟ نوع ما كاينش تبارك الله. الخوت المشرى ديالو 49 وبلدي شي واحد هذا شي غلط. 49000 ريال الاخوان، 2450 درهم، وعطاوه 150 درهم للرباح ياك.
على ولا ب 52 52 باش ولا راه اخوان تبارك الله اللهم يسر تبارك الله والله يسر عمر جميع الناس كان الصندوق كان كلشي تبارك الله السلعه قليله شويه البدريه هذه راه قليله كلشي قليل الله لا هي قليل ولكن راه السلعه موجوده راه حيت باقي عند مولاتها هما يعلفوا البارح دخلت السلعه بالكرير اخويا داكشي اللي دخل لا اله الا الله وسي عبد الرحيم الله يسر الله يجيب تيسر اخويا الله يسر عليك الله يحفظك خوت اللهم بارك ها انتم الخوت تبارك الله راه غير شي حاجه بديريه اللي كاينه ما كاينش المليح بزاف الخوت تبارك الله سي عبد الرحيم السلام عليكم دير اخويا بخير صحيح مزيان شحال اخويا عبد الرحيم 44 المشتر الله يرحم الوالدين خوت 44000 المشتر 2200 درهم الخوت تبارك الله عطاك شي رباح ولا والو مازال على الله نتمنى وندوزو ان شاء الله وجب الله خويز الله يسر ليك الله يجيب تيسير تبارك الله الاخوان انتم الخوت تبارك الله الله يبارك الاخوان والله يدير خير جميع الناس تبارك الله 44000 ريال لا اله الا الله والله يدير شي تاول ديال الخير سي عبد الرحيم الله يسر الله يجيب تيسير اخويا اللهم بارك تبارك الله الله يدير خير بو محمد السلام عليكم خويا تحياتي ليك كي دايرت مزيان قرب عندنا شويه شحال الثمن اخويا 150000 اللي شاد مولاهم 400 بحال لا 50000 الواحد ايوا 100 درهم تبارك الله قاعد السي عبد القادر قاعد قاعد تبارك الله ثمن هذا الله يدير الخير الله يدير الخير الخوت 150000 الخوت اللي شاد مولاهم 400 تبارك الله تبارك الله كي داير اخويا بخير لاباس عليك وراه مسكين راه صيفط وبلي وعلمو الخرفان وجاع الخرفان ولا بو صيفطو قال لي مسكين سير تبان مرحبا زيدي مرحبا بك خويا ها هو مولوع تا هو خليه الله يسر الامور تبارك الله اللهم بارك الخوت الله يدخل سير تبيع باك سير الله يسر تبارك الله الخوت 150 بحال الخوت 7500 درهم الخوت اللي شد مولاهم 420 درهم الله يسر الامور بو بحم خويا شرط عطاوك شي رباح لا عطاونا شي 207 جوج عطاوك في 107 تبارك الله اللهم يسر والله يبارك جميع الناس بخير تبارك الله تمام راه كاين والله يدير شي توالد الخير بو بحم الله يسر عليك خويا الله يجيب تيسير الله يعاونك اللهم بارك الخوص الله يدير خير سي عبد السلام السلام عليكم كي داير عام بخير شحال ديتي الزوين هذا شحال 50000 تبارك الله اللهم بارك الخوت الله يبارك انتم الخوت تبارك الله تبارك الله خويا نجيب ها انت خويا تبارك الله كيما كتشوف ها انت خويا الثمن راه كاين هذا خويا راه ب 50000 2500 درهم اللهم بارك الله يدير الخير تعطوا هذه المولي انت عطيتي المولي 100 درهم اللهم يسر تبارك الله اطلقوا اطلقوا خلي عبد السلام تبارك الله اسمع خويا اسمع تبارك الله الخوت راه شي حاجه زوينه الاخوان تبارك الله والثمن راه كاين في المبشي ديال اي بلاد سي عبد السلام الله يسر الله يجيب تيسير اخويا اللهم بارك الشرق راه شاري هذا الخوت بغا نسولو على الثمن ديالو اللهم يسر الامور شحال اخو الشرق الثمن؟ المشرى 46 47 عطاك 1000 ريال المشرى الخوت 46 2300 درهم الله يسر ليه امين الله يسر الجميع هذا الشيء اللي كان وضع الله يسر الجميع ولكن الله يجعل البركه تتقنع تاقنع شويه ثلاثه اللي حل عطاك 15 ولا 300 لواحد الله يدير شي تاول ديال الخير الله يسر عليك الشرقي امين يا رب غتكون ان شاء الله الله يسر الله يسر ليك الله يحفظك ليا الله يعزك خويا اللهم بارك الخوت الله يدير الخير هادو خرفان الاخوان مقدرين شويه وغنشاولو مولاهم على الثمن اللهم يسر الله يبارك جميع الناس خويا السلام عليكم كيداير نعمت بخير صحيح مزيان مالك تحك 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 افتح البشر نعم لقيتها غاليه شويه تغلى غلا ياك جابوا الله ياك ما ياك ما عطانينا شي واحد تغلى جابوا الله شحال الثمن اخويا 48 المشرى ما عطاك لا ارباح لا والو مازلت على الله فقنا على الله تبارك الله الخوت راه 48000 ريال المشرى الخوت تبارك الله كاع شي مراسم شدهم شدهم تبارك الله اللهم بارك الاخوان والله يدير الخير جميع الناس الله يدير شي تاول ديال الخير والله يسقينا والله يغيثنا الشيء اللي كاين هو تبارك الله 48 2400 درهم الاخوان تبارك الله اللهم يسر الامور والله يدير الخير خويا الله يسر لكم الله يجيب تيسير عمي الله الاخوان اللهم بارك الله يدير الخير هذه الخوت خزريه خوت تبارك الله اللهم بارك اللهم يسر امور جميع الناس سي خالد السلام عليكم دير خويا بخير صحيح مزيان الله يبارك فيك امين يا ربي ان شاء الله غطي الشتاء هادو القلوب تاع القلوب تاع التباشر تبارك الله تبارك الله اللهم يسر شحال اخو خالد هادو اييه هادو باب نوح القرقوري اييه ما عطنا اييه هادو ودي كمان هادو حنا دايرين اللي
وين ما خلوناش ما خلاوكش اش كاين شي حاجه ياك خالي رجع وجع شويه كاينه شويه كاينه كاينه خويا وهكا خرجنا بلا بيع بلا شراء وما نزركم الحال هذا اليوم الهرسه ثاني من كاينه هاي او ديال يلا يلا شحال الثمن اخو خالد باش ديتهم؟ وربي علاش ما بقاو يعطينا الشتاء؟ كاين الظلم كاين الفساد في البلاد الله يرجع بينا امين الله يحفظك خالد شحال الثمن اخويا؟ امين 52 وما سطي ما والو مشى هو واش بدي نمشيو للبرو؟ لا وحنا في الاربعه ديال بني عامر كاين الطريق خاصنا نضربوا لي ثاني 6000 ولا موت انا لحد خوت ليلي الله الله يدير شي تا ولدي الخير اخوت راه باع عمري ب 52 2600 درهم الاخوان وباع عليهم هذا خوت رجليه دايره هذا شكون بيدي عندك انت؟ قاعد قاعد عبد القادر قاعد تبارك الله باع عليهم خوت الشيء اللي بغات وباع عليكم حتى الحب الحب قايل لكم هاكوا الحب قايل الحب راه قايل لهم الاخوان تبارك الله الرجل ما داخلينش عليها الرجل قال لك راه ما داخلش عليها قاعد عبد القادر قاعد يجي ولا يجي قاعد قاعد حسن تبارك الله هادشي اللي كاين هو هذا الخوت وكيقول لك الحرايفي راه الحرايفه لا اله الا الله راه كيتساعد وصافي وراه مشروكين مساكن الله يدير شي تا هو ديال الخير تبارك الله وندورو دوره في السوق لا لا فضالي ما كيتشرك اللهم يستر بلاتي عمي بلاتي عشوي بلاتي عبد الرحيم عيد مرحبا الله يحفظك الله يبارك فيك عمي الله يعزك وندورو دوره الخوت في السوق ونشوفو الثمن نعم اخو خالد والناس اللي بغا يعيدوا يحطوا 100 العام عام وياك حيتاش دابا هذا مشى في 60 ايوا وحابوا يزيدوا 30 ماكله والمسكين راه يعيد راه 32 40 بعيد لي والله حتى يعيد البارح بنقري راه داخل الغضب ديال الغنم خليني نهضر معاك نهضر خاصني نوصيهم من دروك اي في المدارس يحط يلا جي لا 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 خالد والله انت موجود الخير ما تعرفها من تجي ان شاء الله ما يعرفها من تجي قالك الهضره هذيك الله يستر المهم يحط 100 الله يستر الله يستر خالد الله يعاون خويا انا علمتهم بعداك من درك هما يجمعوا هو على تجي على غفله وشحال باقي لي ربع شهر ايوا والنهار يحط هذا الله يستر اللهم بارك الله يدير خير سعد قادر السلام عليكم السلام عليكم بخير صحيح مزيان الله يبارك فيك شحال ثلاثه ديتي مع بعض 135 بحال 45 45 تبارك الله اللهم بارك الخوت الله يدير خير تبارك الله الثمن راه كاين في المشيتي اي سوق مشيتي راه في الثمن على 45000 خوت الواحد تبارك الله 2250 درهم للواحد الخوت تبارك الله نعم سي عبد القادر هادو راه ب 94 هاد الجوج هاد الجوج اييه وهذا ب 46 46 على خاص المال على 47 ايوا المهم خاص المال ريال على 47 لواحد الاخوان تبارك الله الثمن كاين الله يدير شي تاول ديال الخير سي عبد القادر كنشكروك الله يرحم الوالدين الله يحفظك الله يرحم فينا هادشي اللي قال لي الدعيوه وكاع المدى نطيح في الشتا والله يسر الامور تبارك الله اللهم يسر الخوت وندورو شي دواره في السوق ونشوفو الثمن وان شي حاجه نبته الخوت مليحه الخوت تبارك الله عاد خويا السي محمد اللهم يسر الله يبارك لجميع الناس تبارك الله والمليحه الخوت تبارك الله خويا السي محمد السلام عليكم دير خويا بخير صحيح مزيان هادو دريريين صغيورين ولكن طلعوا بالليل وبالنهار هادو مليح هادو شحال الثمن خو محمد؟ 34 المشرى تبارك الله تقوم 4000 34 الاخوان المشرى تبارك الله ولكن راه القرقاع راه القرقاع شنو البيت ديال الروس كيدير تبارك الله 34700 درهم الخوت تبارك الله شي حاجه الخوت راه مليحه تبارك الله توب كيدير ديال الغنم تبارك الله كيدير تبارك الله طريخات مليحه الخوت هذا اللي بغى ينقبو ويتهلاو فيه ويداوي راه يعطيه تبارك الله اللهم يسر الله يبارك شحال تمهم واحد مشروك اسمه ثلاثة تاكم 4000 كون تبيعو قناة بغيتو 10 اي داكشي ديالكم الله يسخر اي انا نبت زويد وانا ما دايرينش هادو هما اللي كاينين ملاح والله الا هما اللي كاينين السموح ملاح تبارك الله تبارك الله الخوت شحال واحد هما سبعة تبارك الله اللهم يسر الله يبارك لجميع الناس تبارك الله تبارك الله نطلبوا الله التيسير من بيت زوين الخوت هذا 34700 درهم الاخوان تبارك الله شي حاجه عاصريه الاخوان الله يدير الخير جميع الناس تبارك الله هذه سلعة الاخوان تبارك الله تبارك الله والمليح المليح المليح تبارك الله اللهم يستر سمعت تخيل النمره ديالك قول اخويا 0 18 48 40 72 06 18 48 40 72 سموح من الله يسر الله يجيب تيسير اخويا اللهم بارك الله يدير خير تبارك الله شهر 4 الحبيب الخوت وغنسولهم صوافيين الخوت تبارك الله الحبيب شحال الثمن اخويا
55 ألف. تبارك الله الإخوة راه المشروع هنا الخوت راه الله إلا واكلة وشاربة بالله واكلة شاربة وهذاك 55 الخوت تبارك الله تبارك الله اللهم بارك والله يدير خير جميع الناس تبارك الله 55 2750 درهم الخوت المشروع تبارك الله اللهم بارك والله يسر أمور جميع الناس تبارك الله ونطلبوا الله تيسير حبيبي ما عطاكش الأرباح لوالد باغي يتشاوروا والله يسر لهم هادشي اللي كاين تبارك الله اللهم يسر امور جميع الناس تبارك الله حبيب خويا الله يسر ما جبت تيسير اخويا تبارك الله هما ملاح الخوت الثمن راه كاين في السوق كامل الخوت تبارك الله اللهم يسر الله يبارك جميع الناس